رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم بحلو مالح. مرحبا، معكم رنا، واليوم رح نحضر واحدة من أطيب الحلويات اللي منفضلها بعد الإفطار، واللي هي تشيز كيك. بس هالمرة رح أعملها بالأكواب، طريقة سهلة للأكل. بداية رح أستخدم بسكوت دايجستيف، أحطه بمحضرة الطعام مشان نطحنه. بطنجرة رح أضيف تقريباً 50 جرام من الزبدة. طبعاً كمية الزبدة هي على حسب البسكوت اللي عندكم. بعد ما دابت معي الزبدة، هلأ رح أضيف البسكوت المطحون. بس في ترك كتير مهم، إنه لازم يكون الزبدة مع البسكوت النتيجة النهائية مو كتير مرصوص على بعض متفكك. رح أبلش هلأ أحط البسكوت بالأكواب. طبعا البسكوت عندي يا سخن، فمهم انه احنا نتركه يبرد قبل ما نضيف عليه طبقة الكريمة. هلأ بأي جسم عندكم يكون هيك نقدر نرصه. رح نتركهم هلأ يبردوا على جنب. في هذا الوقت رح نحضر طبقة التشيز. لتحضير طبقة التشيز محتاجة لنوعين من الجبنة الكريمية. رح أضيف أول نوع 4 حبات من الجبنة، ورح أضيف كمان تقريبا 100 جرام من جبنة كمان كريمية، أي نوع جبنة أنتوا بتفضلوها. ورح أضيف كمان شوي من الفانيلا ليعطيها طعم طيب. ونبلش نحرك على سرعة منخفضة. بعد ما حركناهم تحريك مبدئي، هلأ رح أضيف 3 معالق طعام من السكر الأبيض. رح أحرك أول شي بهذا الشكل بإيدي عشان ما يتطاير معنا السكر، وأبلش بسرعة أضيف. ورح أضيف هلأ كمان 100 ملي من كريمة الخفق، ورح نحرك. رح أضيف هلأ برش الليمون، تقريباً 0.5 ملعقة شاي صغيرة، ورح نقلبهم. بتكون معنا تشيز هيك صارت جاهزة. المرحلة الأخيرة إنه نحط هلأ نجهز كيس الحلواني أو كيس الخاص بالكريمة. رح أضيفه، رح أقص الكيس بدايته. وبعد ما تأكدت إنه برد معي البسكوت، رح أبلش هلأ أعبي بالكاسات. بعد ما انتهينا صب الكريمة على البسكوت، راح نسكرهم ونحطهم بالتلاجة تقريبا من 4 ل 6 ساعات. بعد مرور 6 ساعات بالتلاجة، صار التشيز والبسكوت معي ماسك على بعضه. هلأ راح أحط التوبينج أو الطبقة الفوقانية، عبارة عن مربى من الفراولة مع قطع الفراولة، والإضافة الأخيرة حبات من الفراولة الفريش